طيب احنا بنتكلم عن رسالة للأم كريستين، وانت طبعا اولا بتخدم الرب وعندك خدمة ليا رجاء او خدمة الرجاء اللي هي بتتعامل فيها مع الأمهات. شو التحديات اللي بتواجهيها؟ بحس زي ما حضرتك قلت قبل كده، الضغوط صعبة، المتطلبات بقت أكتر، الضغوط على الراجل بقت أصعب. فالوضع الطبيعي اللي بيحصل من سيدات كتير، بتقوم هي تشيل الشيلة، فهي تشيل شيلتها، شيلة عيالها وكمان شيلة جوزها، فبتبقى منهكة. أول حاجة بتعملها بتهمل في نفسها، ما بتديش وقت لنفسها، تحس إنه غلط، أو الوقت ده أديه لعيالي أو أعمل حاجة للبيت. كل ده مهم، لكن الأولويات بتاعتها محتاجة تتظبط أكتر. فمحتاجة إن أقعد أقول لها أنتي مهمة، أنتي مهمة جدا. حتى لما بنروح الطيارة مثلا، عارف حضرتك لما بينزلوا، لما يقول لك الضغط، تبعت النفس الماسك، إذا في مشكلة في الطيارة، فبيقول لك إيه الأول، مين يلبس الأول؟ بالأول أنت وعشان تقدر تساعد غيرك الآخرين. الأم للأسف الشديد، أو الأم العربية، أول حاجة بتعملها إيه؟ الآخرين، الغير، الآخرين، let's do that، let's do that. بس الحقيقة أنت محتاجة تعرفي إن أنت لازم تاخدي بالك من نفسك، وده عادي جدا وما فيهوش غلط، طبعا في حدود. يعني إيه أخد بالي من نفسي؟ يعني أقول لنفسي أنا إنسانة برضو، ليا مشاعر، ليا متطلبات. أكتر حاجة هتساعدك تبالانس الحتة دي، تعملي اتزان، اقضي وقت مع ربنا الصبح. الصبح متهيألي جبران خليل جبران كان بيقول: تظل البيوت نائمة أو مظلمة إلى أن تستيقظ الأم. وده حقيقة، الأم هي اللي بتنور النور، ليترلي بتنور النور، وتبتدي تعمل القهوة والشاي والفطار والغدا وده ده. فالحياة بتبقى نايمة إلى أن تستيقظ الأم. فأنا متهيألي قبل ما الباقي كله، أنتي اقعدي مع نفسك، مع كتابك، اتشجعي، خدي من ربنا وعد جديد ليكي، خدي من ربنا كلمة ان ربنا كمان عايز يديكي هدية على فكرة، مش بس عيالك. وربنا مش بيستنى بقى 21 مارس، ربنا كل يوم عنده هدية للست. لا، انتي محبوبة جدا، مقبولة، عظيمة. ولو ربنا عليه شيء يقول بس علي ليه في حتة مضايقاني، تعالي نتصالح، تعالي نتصفى، تعتذر بسرعة، تغير من حالتها بسرعة مع ربنا، وتقوم تمارس مهامتها. هتعرف تعمل المهام اليومية بشكل أفضل جدا لما تاخد بالها من نفسها ومن علاقتها مع ربنا.